الأستاذ عصام من الإسماعيلية، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا عندنا هنا مشكلة بخصوص السنة الزراعية. أنت فين في الإسماعيلية؟ في أنقرة. في أنقرة. وأنا عارف المشكلة دي. أسسنا جمعيات زراعية ودفعنا فيها مبالغ، وبقالنا سنة ونص مش عارفين نصرف ولا شكر. ليه بقى؟ كل شوية يقولوا لنا المخابرات ما بيعديش، وبره متواجد بكميات واشتروا في 300 جنيه. طب انا الاسبوع اللي فات اشترى امبارح 600 جنيه من بره، من هنا من الزنطره، معدي المحلات بره الحره الشجره ب 600 جنيه، وفي الجمعيه ما يديش ولا سكره جايه لنا. معايا هنا 13 استاذ عزيز، عايزين نجيب لو سمحت نكلم وكيل وزاره الزراعه في الاسماعيليه على التليفون دلوقتي، يبقى معانا واحنا بنتكلم مع. والله يا فندم بقالنا سنه ونص، من السنه اللي فاتت من الصيف من 2016 من شهر 6 ما طلعتش ولا شكار، سنه ونص مش عارف اصرف لقطعه 10 بقدين نستلمها، مش عارف اصرف عليها شيره واحده. بقول لك انت بتزرع ايه؟ عندي 5 فدان قمح، وعندي نص فدان شعير، وعندي فدان ونص موالح مانجا، وعندي فول، وعندي برسيم، ويعني بنشتري شيكاره ب 600 جنيه مش فدان. بص انا موافق، يعني انا موافق، انا موافق على اي اجراءات مرتبطه بالامن. انا موافق عليه. دي وجهه نظري الشخصيه، يعني هي دي ممكن تكون يعني الى جانب كبير وجهه نظري خطا، بس انا شايف يعني بالنسبه للوضع الامني والاجراءات اللي بتقوم بيها الدوله في سيناء عموما، ان احنا محتاجين يبقى في اجراءات غير عاديه، لان الوقت نفسه يصرفوا على الطبيعه او الجمح حتى. لكن اللي انا معترض، اللي انا معترض عليه ان نقول لا مش هنصرف لكم، مفيش اسمده هتروح الجمعيات، وانت تقول لي اصل انا بلاقيها في السوق السوداء او بلاقي الحر موجود. موجود والله طبيعي. فدي صعبه. ليه صعبه؟ اللي انت يعني هو اللي محتاجين السيناريو فاتح دوت وانا بجيبها منه دوت. حلو، انت بتتكلم على اصناف، انت بص اسمعني بس بعد اذنك. اتفضل. انت بتتكلم على اصناف غير الـ غير لا، جميع الاصناف عامه. جميع الاصناف موجوده؟ استاذ عزيز عايزين وكيل وزاره الزراعه على سؤال. وجميع الاصناف موجوده هنا في الجنطره شارع. بتكلموه؟ وجاي بني امبارح منه. يا استاذ عزيز بنكلم وكيل وزاره الزراعه في اسماعيليه؟ احنا عملنا على الهاتف. طب يا عصام بعد اذنك اسمعني، اسمعني بعد اذنك. معايا الدكتور سيد خليل وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الاسماعيليه، برحب بحضرتك يا دكتور. الله يخليك يا استاذ، ربنا يبارك، ربنا يوفقك. انا عارف ان انت في ظروف يعني غير عاديه في محافظه الاسماعيليه في هذه الفتره، بالذات لما نيجي نتكلم على الانطره. والاجراءات الامنيه بتحتم ان ما فيش اسمده تدخل او تعدي للجهه الاخرى، تمام؟ تمام تمام. هنحلها ازاي؟ والله يا فندم احنا طبعا احنا عندنا في البديل اللي هو الملح اللي هو سلفات الامونيوم، احنا واخديناه والناس مش عايزه تاخده برضه، اللي هو 21% زود. وهو ده هيجيب معانا نتيجه في الزرع؟ هيجيب يا فندم ناحيه فنيه حلوه، هي مشكله التركيز بتاعه اقل شويه في الازوت. طب نحلها ازاي؟ ما احنا المفروض يبقى في ايام حقليه ونجمع الفلاحين دول ونعمل لهم يوم ارشادي، بحيث ان احنا نقنعه ان ده بديل مؤقت او ممكن يبقى ليه اضافات من المخصبات الاخرى، او ان احنا نعمل دعوه للشركات العامله في هذا المجال نجيبهم تعالوا عاوزينكم تسمدوا لنا الارض دي. دي نقطه. النقطه الثانيه هو الفلاح بيتعب، وشيء مؤذي جدا نفسيا ان احنا نقول له لا ما فيش وهو يلاقيه موجود حر. طب الحر ده بيبقى موجود ازاي؟ ولو هو موجود مش المفروض بناخد ضده اجراء لان ده مش مسموح به في هذا التوقيت؟ احنا بلغنا حضرتك فندم المسطحات فعلا، وقلنا له المزارعين بيقولوا ان في المحلات فيها نقلات ويوريا، وقال احنا هنكسب جهودنا ومش هنخلي في المحلات اي حاجه، واحنا موفرين الملح وربنا سهل، واحنا نعمل لهم دورات وتوعيه فعلا بالمخصبات البدائل بتاعت الادوت والنطرات دي كلها. انا بقول دلوقتي لكل الشركات اللي عامله في مجال المخصبات اللي بيتابعونا واللي مشاركين في مصر الزراعيه باعلاناتهم او الغير مشاركين في مصر الزراعيه، انا بكلم السوق التجاري اللي موجود النهارده المفيد للقطاع الزراعي، تعالوا في محافظه الاسماعيليه دكتور سيد خليل هيتعاون معاكم نعمل ايام وندوات حقليه عشان نعرف المزارع عن بدائل الاسمده الازوتيه وازاي ان احنا نسمد الاراضي ونجمع الفلاحين ونقدم لهم دعم. يعني انا بناشد الشركات الوطنيه اللي بتحب بلدها ودول موجودين كتير، وهبتدي اتواصل معاهم، عايزين نبقى موجودين في اسماعيليه في الفتره الجايه. واحنا مع حضرتك في هذا الاتجاه، وبرضه احنا الشركات في ناس بتجي لنا برضه هنوديهم الشرق، وعندنا اماكن للناحيه متوفره في الشرق، واحنا معاهم في هذا الاتجاه يعني.
انا بقول لك برضو ربنا يوفقك، انا عارف ان في ظروف غير عادية في محافظة الإسماعيلية، بالتوفيق ان شاء الله ربنا يوفقك وينصرنا كمصريين وتبقى. هو انا احد المتابعين يشكرهم صراحة الفترة دي معانا، يعني واقفين معانا برضو. مين دول؟ يعني مين؟ مين اللي واقفين يعني معاكم؟ المزارعين يا فندم يعتبر بيتحملوا بس. هو المزارع المصري اكتر واحد بيتحمل في البلد. يعني المزارع المصري اكتر واحد بيتحمل في هذه الدولة، واكتر واحد بينتج، واكتر واحد بيعرف يعني ايه ارض ويعني ايه وطنية، هو الفلاح. احنا عشان كده بندافع عنه. وضعت ان هم مقدرين الناحية الامنية بصراحة. مقدرين الناحية الامنية فعلا. مقدرين. ربنا يوفقكم ان شاء الله دكتور سيد خليل وكيل وزارة الزراعة محافظة الإسماعيلية. يا عصام. الدكتور سيد خليل قال لك بلغ الشرطة المسطحات والبيئة. في نفس الوقت احنا في الفترة اللي جاية انا هكثف الجهود مع الشركات بحيث ان هي تبقى موجودة عندكم، تعمل لكم ايام حقلية، نشوف ايه بدائل الاسمدة، نقعد معاكم نقول لكم القمح ده نسمده ازاي. وخلي بالك انا يعني شايف ان احنا عايزين نطور من المعتقدات اللي هي مرتبطة بشكارة السماد دي، ونبتدي نشوف ازاي ان احنا نوفر اسمدة بطرق حديثة اقل تكلفة واقل ضرر على الارض الزراعية. بس المهم ان انتم ما تتسابوش كده، المهم ان انتم حد يكلمكم ويقعد معاكم ويشرح لكم، وده اللي انا هقوم بيه الفترة الجاية ان شاء الله. حاضر. بشكرك يا استاذ عصام.